إذا كنت مشترك في القناة عشان فيديوهات التوب 10 في هذا الفيديو ما راح يهمك، إن شاء الله الفيديو القادم أو اللي بعده راح يكون فيديو توب 10، وإذا مهتم بالزومبي فيلا استمتع. آخر كم يوم شفنا كتير صور وتلميحات من تريارك على ماب الزومبي القادم، وأمس حطولنا هالصورة شايفينها قدامكم، هاي صورة من ماب الزومبي القادم وأعلنوا عن اسم الماب ومتى راح ينزل. اسم الماب فاير بيس زد، نفس التسريبات طلعت كلها صحيحة، وراح ينزل بتاريخ 4/2 أي يوم الخميس القادم اللي بعده، فيعني تقريبا 20 يوم وراح نلعب ماب الزومبي القادم، مع انه كان مفروض ينزل مع بداية السيزون القادم، بس شكل الشركة غيرت رأيها وخلتها ينزل أبكر من كذا. وصراحة كويس انه غيروا رأيهم، لانه بداية السيزون القادم اي بعد 48 يوم تقريبا جدا طويل نستنى ماب الزومبي هالفترة هي كلها. حاليا عنا 4 صور من ماب الزومبي القادم غير صورة شفتوها من شوي، والصور هي احتمال جدا كبير ركتوفن هو اللي مصورها وهو اللي قاعد يكتب. حاليا بالتحليل راح تعرفوا عليه ايش قاعد اتكلم، بس حاب انوه انه ممكن اليوم ينزلوا اعلان ماب الزومبي القادم او كاتسين البداية، فجدا ضروري تابعني على قناتي الثانية، راح تلاقيه ثاني لينك موجود بالوصف، لان لو نزلوا الاعلان اليوم راح اسوي بث مباشر ونشوف الاعلان فيه مع بعض، وبكرة راح احمل فيديو احلل فيه الاعلان، فشيكوا قناتي الثانية اشتركوا فيها، لانه لو في اعلان اليوم بالليل راح يكون بث مباشر على القناة الثانية. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. قبل نبدأ الفيديو بس حاب انوه، اذا كنت متابعني على تويتر والانستغرام راح تشوفني من شهر تقريبا اعلنت عن اكبر بطولة للعبة CSGO بدول مجلس التعاون الخليجي، بطولة فيليبس ون بليد برعاية شركة فيليبس. وقت اعلنت عن البطولة عدد جدا كبير منكم راح وشارك في البطولة ولعبته وصار في تصفيات، وعدد تأهل وعدد خسر. فالمهم اذا كنت قاعد تشوف الفيديو بنفس يوم نزوله اللي هو تاريخ 15/1، فاليوم راح يكون في بث النصف النهائي الساعة 6 بتوقيت السعودية، وبكرة يوم السبت تاريخ 16/1 راح يكون بث النهائي الساعة 6 بتوقيت السعودية. إذا ودك تشوف البث راح تلاقي أول لينك موجود بالوصف، وحتى إذا ما تهمك لعبة CSGO أنصحك تروح تشوف البث، لأنه راح يوزعوا جوائز بقيمة $200 اليوم وبكرة للمتابعين، راح يختاروا متابعين عشوائيين وكل شوي يعطوكم جوائز مالية، فشيكوا أول رابط بالوصف. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. طيب شباب خلينا نبدأ بأول صورة، وأنتم شايفينها قدامكم، أحد الأشخاص على تويتر لون الصورة حسب توقعاته وطلعت معنا هالنتيجة، فأظن هالصورة أوضح وعلى الأكثر توقعاته صحيحة. هاي صورة ماب الزومبي القادم فاير بيس زد من فوق، ادري معظمكم كم يقول كانه جدا صغير، بعد شوي رح نعرف انه هذا فقط جزء من الماب ولسه في اماكن اخرى، من باقي الصور رح نعرف هالكلام. استوديو تريارك حط الصوره على تويتر وكتب Project End Station was only the beginning. Project End Station هو ماب دي ماشين، نحن كلاعبين اسمه دي ماشين بس بالقصه اسمه Project End Station، فمكتوب انه ماب دي ماشين كان فقط البدايه. خلينا نشوف الكلام المكتوب على الرساله، مكتوب فوق M، يعني الرساله هذه موجهه الى M اللي هي سامانثا ماكسس، مو هي اللي كتبت، لا في شخص كتب لها هالرسالة. فالمهم مكتوب سامانثا هذا المكان اللي خبرتك عليه، هذه منطقة أوميجا أوتبوست 25. أوميجا هي المجموعة الروسية الشريرة في قصة الزومبي اللي عم تفتح بوابات الدارك إيثر، فهذا الشخص عم يقول لسامانثا هذا مقر أوميجا اللي اسمه أوتبوست 25. بعدين حاطط سهم على اليمين على غرفة شكلها كروي وكاتب هنا فتحة الدارك إيثر موجودة، يعني فتحة الدارك إيثر موجودة جوا هالغرفة اللي حاط عليها سهم. نحن في ماب دي ماشين بس نفتح الكهرباء ونروح نضغط مربع على الكمبيوترين نستدعي فتحة الدارك إيثر وبتطلع قدامنا، يعني ما بتكون موجودة لما ندخل على الماب، بينما هنا واضح انها موجوده اصلا ما في داعي انه نستدعيها. ولو شفت الفيديو السابق اللي سويته عن الزومبي راح تعرف اني تكلمت بالفيديو انه في شفرات سريه موجوده بماب دي ماشين، لما نحللها بيطلع معنا كلام انه احد العلماء والجنرالات بمجموعه اوميجا الشريره عم بيحكي انه في فتحات دارك ايثر طلعت بالفيتنام، فبالتالي بداوا مشروع انهم يبنوا مبنى او مؤسسه كامله لاوميجا حوالين فتحه الدارك ايثر، فالكلام منطقي انه فتحه الدارك ايثر اصلا موجوده لو وحدها ما حدا استدعاها، وبعدين مجموعة أوميجا إجوا وبنوا مؤسسة حواليها عشان يدرسوها، وقالوا كمان إنهم كانوا محتاجين متطوعين يعملوا عليهم شوية تجارب بهاي الفتحة، فشكلهم هالمتطوعين هم اللي تحولوا زومبي وصار عنا ماب زومبي. وعلى اليسار عنا شكل غريب ما فهمت شو هو، بس أظن ممكن يكون ساتلايت أو سطح معين. طيب خلينا نرجع نركز على الكلام شوي، في شخص عم يبعث رسائل لسامانثا ماكسس، وراح أشوف باقي الصور نفس هذا الشخص عم يبعث لها أكثر من صورة مع كتابات، وهذا الشخص كاتب اسمه تحت R. فمين عنا بقصة الزومبي شخص بيبدأ اسمه بحرف الار
ريكتوفن، وحتى أول شيء مكتوب M اللي هي سامانثا ماكسيس، فاستعمل الحرف الثاني من اسمها الثاني. ريكتوفن اسمه إدوارد ريكتوفن، فاستعملوا الحرف الثاني من اسمه اللي هو R. جدا منطقي إنه ريكتوفن. وفي راديو بدي ماشين لسامانثا عم تحكي فيه إنه في شخص راح تقابله بشمال شرق آسيا اللي هو الفيتنام اللي هو هالمكان، وقالت في الراديو إنه هذاك الشخص بيعرف مجموعة أوميجا شو قاعدة تخطط وتسوي. فهذا الشخص الحين عرفنا إنه هو R، هو اللي بيبعت لها صور لسامانثا وكاتب فيها شو مجموعة أوميجا قاعدة خطط. في بلاك اوبس كولد وور اي راديو بتسمعه جوا الماب بس تطلع برا على المنيو راح تلاقي الراديو موجود، وراح تلاقي في اسم او عنوان للراديو، وهذا الراديو كان اسمه شيرد هيستوري اولد فريند، بالعربي تاريخ مشترك وصديقي القديم. فمره ثانيه، من هو صديق سامانثا القديم ومن اللي عندها معاه تاريخ مشترك؟ هو ريكتوفن. بنهايه تاجر ان توتن لما حلينا اللغز وسكرنا كل عوالم الثانيه ما ضل عنا غير سامانثا وريكتوفن الصغار، هما الاثنين راحوا على العالم الجديد اللي حاليا في زومبي ببلاك اوف كولد وور. فهو صديقها القديم وهو اللي عندها تاريخ مشترك معاه. فمعقوله تكون صدفه انه بالراديو عم تحكي انه راح تروح تقابل شخص راح يعطيها معلومات عن مجموعه اوميجا، بعدين عرفنا انه هذا الشخص اسمه حرف الار، بعدين عنوان الراديو صديق قديم وتاريخ مشترك. فيعني كل الدلائل عم تدل انه هذا الشخص ممكن يكون ريكتوفن. بس بعض الناس عندهم تحليل ثاني. بالراديو نفسه تكلمت انه كيف ويفر ساعدها لما كانت علقانة بالثورة بإيران، كان في ثورة بإيران وسامانثا كانت هناك وكانت علقانة ما فيها تطلع، راح ويفر اتصرف لوحده بدون علم CIA وبعت فرقة عشان تساعد سامانثا وتطلع من إيران. وكمان بالراديو كان قاعدة تتكلم لفريق ركوية، يعني نحن اللاعبين، انه لازم نثق بويفر، بدون ويفر كانت هي ميتة وهو اللي ساعدها. فبعض الناس عم يحكوا انه shared history old friend قصدها على ويفر، لانه الثورة بإيران كانت قبل 13 سنة من أحداث ماب دي ماشين. فبعض الناس عم يقولوا أنه عنوان الراديو صديق قديم تاريخ مشترك قصدها على ويفر ما لها علاقة بريكتوفن. وكمان بعض الناس بيقولوا أنه حرف الار المكتوب على هالصورة وباقي الصور رح تشوفوها بعد شوي هذا مو ريكتوفن، لأنه بالمنطق الشخص اللي قاعد يرسل صور لثمانثة واضح أنه جاسوس بفرقة أوميجا، وفرقة أوميجا روسية وريكتوفن ألماني، فكيف ألماني صار جاسوس بفرقة روسية؟ أو ممكن ريكتوفن لما راح على العالم الجديد بنهاية تاجر أن توتن تبنوا عائلة روسية وطلع روسي ما ندري. وأخيرا بيقولوا هالناس أنه مستحيل الشركة يجيبوا لنا ريكتوفن كذا بدري، واضح أنه ريكتوفن رح يجيبوه بالنهاية يكون مفاجأة، مو معقولة يجيبوه بدري من تاني ماب. فما أدري، أتمنى تشاركونا بالتعليقات هل تظنوا أنه آر هذا ريكتوفن ولا شخص ثاني. طيب خلنا نروح على الصورة الثانية. الصورة هاي كتير ناس عم يحكوا أنه تشبه غرفة سامانثا الموجودة بماب دير آيسندراغ. صراحة أشوف تشابه جدا كبير، بس من الكتابة بنعرف أنه لا، هاي مو غرفة سامانثا بدير آيسندراغ. رسالة مكتوبة من R، نفس الشخص اللي تكلمنا عليه انه ممكن يكون ريكتوفن، وموجهة الى M سامانثا ماكسيس، وكاتب فيها انه هذه غرفة النوم لدكتور ويليام بيك، احد الدكاترة بفرقة اوميجا المسؤول عن منطقة اوتبوست 25، نفس المنطقة اللي شفنا صورتها من شوي، هي اسمها اوتبوست 25. ولو بتشوفوا السطر الاول بالكلام، اول كلمة كلمة دكتور واخر كلمه كلمه كوارترز. اذا شفت الفيديو القديم حقي، في احد الاشخاص بطول القصه بمهمه بالفيتنام قدر يطلع برا الماب ويلاقي منطقه من ماب شينونوما موجوده مثل ما هي في طول القصه، والمنطقه هاي كانت موجود عليها لوحه ومكتوب دكتور كوارترز. فيعني اظن شبه تاكدنا انه الماب القادم راح يكون جزء منه عباره عن ماب شينونوما، وراح نلاقي منطقه دكتور كوارترز. هي اظن لغز بسيط حطوا لنا اياه الشركه بهالصوره. طيب مين هو دكتور ويليام باك؟ هذا احد الدكاتره المسؤول عن مجموعه اوميجا، وعنده راديو جدا مهم بماب دي ماشين. فراح شغلكم الراديو بدون ترجمه، اللي بيعرف انجليزي راح يفهم، بعدين راح ارجع واشرح لكم شو اللي قاله بالراديو بالضبط. Personal law. Dr. William Peck, November 3rd, 1983. Operation Undertaker has been declared a resounding success. Intel has reported in from around the globe. We have confirmed the existence of multiple dimensional gates. To the surprise of many, including myself, it appears Dr. Valentina's hypothesis was correct. In fact, her results have surpassed expectations. Credit where credit is due. But now we are on to phase two, where my expertise comes into play. I've received a report that a live specimen has already been acquired and transported to my facility for analysis. The organisms of this other world are
unlike anything I've seen. There is so much we can learn from them. It's not just the creatures. It's these crystalline growths. The Colonel wants weapons? Why stop there? We can do so much more. أول شيء قاله personal log إنه هذا راديو خاص فيه. بعدين حكى عام 1983 يعني عم بسجل هالفيديو بهالوقت. بعدين تكلم إنه project Undertaker كان ناجح. project Undertaker هو نفسه project in the station, هو نفسه ماب دي ماشين, بس مجموعة أوميجا بسموه project Undertaker, مجموعة ركويم اللي بنلعب فيهم بينادوه project in the station, والماب اسمه دي ماشين. فيعني خربطونا الماب نفسه له ثلاث أسماء, Undertaker, دي ماشين, وin the station. بعدين كمل وقال دكتور ويليام بيك, حاليا أقدر أكد إنه في فتحات دارك إيثر كثيرة انتشرت بالعالم مو فقط بماب دي ماشين. بعدين قال إنه نظرية دكتور فالنتاين كانت صحيحة. هاي الدكتورة بمجموعة أوميجا ما بنعرف من هي وما بنعرف شو النظرية, بس حسب من الكلام نستنتج انه النظرية تبعها كانت انه في فتحات دارك إيثر عم تنتشر بكل العالم مو فقط بماب دي ماشين. بعدين قال حاليا رح يبدأ دوري انا, مجموعة أوميجا جابوا لي كتير اشياء من الدارك إيثر, اشياء غريبة وما شفت مثلها في حياتي. مو فقط المخلوقات كانت جدا غريبة, كمان الكريستالات جدا غريبة وما شفت منها بحياتي. قصد الكريستالات لما روح الدارك إيثر منشوفها لونها بنفسجي. بعدين قال انه جنرال بدويانا نصنع أسلحة من هالكريستالات. ليش بس أسلحة؟ نقدر نسوي كتير أشياء أكتر من الأسلحة. بعدين عنا صورة ثانية اللي هي صورة غرفة راديو, كمان جدا شبيهة بالصور من ماب دير أيسندراخ, وكمان هالصورة كاتبها أو الكلام المكتوب عليها مكتوب من آر وموجه لسامانثا, وكاتب فيها لما الوقت يكون مناسب رح أتواصل معاكي. بعدين عنا هالصورة فيها بروجيكتر, والبروجيكتر بورجينا كريستالات الدارك إيثر. هالصورة كمان جدا شبيهة بغرفة اللي فيها بروجيكتر بماب دير أيسندراخ. فالمهم كمان آر كاتب هالكلام وموجه لثمانثة, وكاتب انه هون غرفة العلماء, بهالمكان بتم دراسة الأشياء اللي بيجيبوها من الدارك إيثر. بعدين عنا هاي الصورة, متذكرين في بداية الفيديو قلت لكم انه الماب شكله صغير, بس في صورة بعدين رح تدلنا انه الماب اكبر من كذا. هي هي الصورة, هي صورة تليبوتر. هي مو فتحة دارك ايثر, لا, هي صورة تليبوتر, ومكتوب تحت انه هي التليبوتر الجديد اللي اخترعوه مجموعة اوميجا. عن طريق هالتليبوتر بيتم التنقل بين مقر اوميجا اللي شفنا صورته, هذا كله مقر اوميجا, وبين القرى. فواضح انه بالفيتنام رح نبدأ الجيم بقرى نفس ما بجتسبو نشيما, نكون بمكان كله أشجار وأعشاب وكذا, بعدين في تليبوتر هناك ندخل فيه ورح يحولنا لمنطقة أوميجا. شكله الماب جدا رهيب. وأخيرا عنا هاي الصورة الرهيبة. مع هاي الصورة استوديو ترايارك أكد انه اسم الماب فاير بيس زد, فتأكدنا انه التسريبات كانت صحيحة من قبل ما تنزل بلاك اوبس كولد وور. سويت فيديو قلت لكم انه في ماب بالفيتنام اسمه فاير بيس زد, ومع هاي الصورة اعلنوا انه الماب القادم راح ينزل بتاريخ 4/2, اي بعد 3 اسابيع. الوان الماب تحسها جدا شبيهة بماب جوردو كروفي او اسينشن, شكله جدا رهيب. وقبل نتكلم عن المخلوق الغريب اللي شايفينه بالنص, راح تشوفوا ورا في الغرفة اللي شكلها مثل شكل الكرة ولونها أسود, هي هي اللي شفناها بالصورة الأولى. فيعني حاليا الصورة اللي احنا شايفينها للزومبي أظن واقفين هنا مكان محطط لكم دائرة حمراء, لأن واضح أنه الكرة السوداء أو الغرفة اللي فيها فتحة الدارك إيثر وراهم. طيب خلنا حاليا نتكلم على هالزومبي. بعض الناس قالوا مارغوا براس واحد, بعض الناس قالوا ابو ريحة بس تحطه بالباك بانش, او زومبي نوفا 6 شكله نوفا 6 مطور, وحتى يشبه الجيت كيبر اللي شفناهم ببلاك اوب 3. فشكله جدا مخيف, وواضح انه رح يطلق علينا اشعاع لونه ازرق, فجدا واضح انه احد المخلوقات اللي طلعت من الدارك ايثر. والزومبي اللي وراه كلهم لابسين اواعي عليها شعار اوميجا, فواضح انه فريق اوميجا فتح فتحات الدارك ايثر وجاب العيد بهالمكان وطلع, ونحن حاليا رح نجي عشان نسكر فتحة الدارك ايثر نفس اللي سويناه مع ماب دي ماشين. فيا شباب كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مثل ما قلت لكم شيكوا على القناة الثانية اليوم بالليل, لو كان في اعلان رح اسوي بث مباشر نشوف الاعلان فيه مع بعض, وبكرة ان شاء الله رح اسوي تحليل الاعلان. هذا لو كان في اعلان اليوم, ممكن ما يكون فيه. فاي اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك, شكونا بالتعليقات ارائكم, وبس كان معكم شركيات شركيكيش, شكون بديهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.